ثمانية تفجيرات بقنابل يدوية وصوتية أطلقها مجهولون يستقلون سيارات على مطاعم ومحال تجارية في مناطق عرفة ورحيم آوى والشرجة، فضلا عن سقوط لصاروخ كاتيوشا على حديقة مستشفى الأطفال ومنزل في منطقة طريق بغداد. هذه الانفجارات تسببت في جرح 13 مدنيا فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. تم الوصول إلى أحد المنفذين وإن شاء الله عممت صورته على السيطرات بالكامل، وباقي العصابة المسلحة اللي نفذت العمل التخريبي يوم أمس نتوقع خلال أيام سنوصل لهم، مع العلم أنه قسم منهم اتجه إلى خارج مدينة كركوك باتجاه المنطقة الشمالية. بارحة بالساعة 9:09 أني من جوا تقريبا صارت هاي حادثة، طبعا هاي انفجارات تقريبا مرجع صارت على كل هاي كلها صارت خسارة. البارحة بالليل وقع صاروخين داخل مستشفى الأطفال، واحد بالحديقة الأمامية والثاني مخزن خلفي مع الأجهزة والآلات الطبية، والحصيلة عندنا 8 جرحى من المراجعين داخل المستشفى. مراقبون وسياسيون يرون أن أهدافا سياسية تكمن وراء هذه التفجيرات. أعتقد هذه التفجيرات هي تفجيرات سياسية أكثر ما هي تفجيرات إرهابية. التفجيرات التي وقعت ليلة أمس لم تأذي أحد من القوات الأمنية ولا من القوات الحكومية، إنما أذت المواطنين أكثر. الإصابات كانت إصابات في صفوف المدنيين والخسائر كانت خسائر جسيمة. أعتقد كان هناك استغلال يوم أمس لإثارة الوضع في كركوك وإثارة القلق حتى دفع جهات للتدخل في هذه المحافظة. الجبهة التركمانية أصدرت بيانا أدانت فيه تفجيرات ليلة أمس، والتي قالت أنها كانت تستهدف المناطق والأحياء التركمانية. سوران الداودي، الحرة، كركوك.